يا ابو نواف. مرحبا ومسهلا. يلا حيه. الله يبقيك. شو الحال؟ الله يطول عمرك. انتظروا الجديد ان شاء الله مع ابو نواف. انتظروا الجديد ان شاء الله ترند ان الله قاله باذن الله، واوعدكم بالشيء هذا. مع حبيبنا عبد المجيد. لاول مره اصورك يا ابو الياس. اقول لاول مره اصورك. اول عمل غزلي مع حبيبنا الغالي المبدع المتألق عبد المجيد العكاد. إن شاء الله بإذن الله على العيد انتظروه شغل إن شاء الله فاخر من الآخر. الآخر إن شاء الله بإذن الله. أبو الياس دقيقة يا رجال نفداك. أرحب أنت. هلا والله. أرحب. مرحبا. هلا وسهلا حبيبي. والله يشرف لي يا حبيبي. حبيبنا ومبدعنا المهندس عبد المجيد العكاد. الله يسعدك. أنا ما صورت طول ذا الفترة لكن ما تحملت، قلت الليلة بصور. أنا كنت أبغى أبغاك مفاجأة، أنت سمعت؟ إلين ننزل أعمالنا ونخلصها، لكن بالنسبة للعمل فهذا أول عمل بيني وبين أستاذنا عبد المجيد. الله إن شاء الله عمل من الخير بإذن الله. بإذن الله فيها أعمال بإذن الله مرتب لها أنا وعبد المجيد. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله شيء يعجبكم بإذن الله. بإذن الله. نبي نسمعكم في السنابة الجاية. طبعاً مع المبدع. حبيب قلبي. أهلاً يا مرحبا. يلا حية. الله يسلم. طبعاً العمل عيدي. نعم. في العيد. انتظروه. بعد كم يوم وان شاء الله في العيد. في العيد ان شاء الله عمل ان شاء الله. ايه نعم بعد كم يوم ان شاء الله باذن الله. عليه لكم يوم وانتظروا عمل ان شاء الله انه من الاخر وراح يعجبكم باذن الله. باذن الواحد الاحد. بنسمعكم انها مقطع بسيط بارت. توكلنا على الله يا استاذنا. يا حبيبي والله حرشت.